يقول: هل مشاهدة النساء على القنوات الفضائية أو على الأنترنت تعد من المعاصي؟ وما نصيحتكم؟ إذا كان يشاهدهن للشهوة نعم، هذا فيه إثم وفيه عدم غض البصر. أما يشاهدهن من غير شهوة هذا أيضا ما يجوز، لأنه ما يجوز النظر إلى وجه المرأة، هذا إقرار للمنكر، هذا أقل شيء أنه إقرار للمنكر. نعم، ولكن إذا كان لشهوة الأمر أشد. نعم.